مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أشرف عليه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، حيث ألقى كلمة بالمناسبة هنأ في مستهلها المستخدمات بجميع فئاتهن العسكريات والمدنيات التابعات للجيش الوطني الشعبي بعيدهن السنوي، مشيدا بذات المناسبة بالمبادرات الحميدة التي تقوم بها الدولة في مجال إنصاف المرأة الجزائرية. بمناسبة احتفال بلدنا على غرار بلدان العالم أجمع باليوم العالمي للمرأة الموافق ل 8 مارس من كل سنة، يطيب لي بهذه السانحة السعيدة أن أتوجه إلى كافة المستخدمات بجميع فئاتهن عسكريات ومدنيات التابعين للجيش الوطني الشعبي ومن خلالهن إلى عائلاتهن وذويهن بأصدق التهاني وأخلص الأماني وبموفور الصحة والسعادة والرفاه والمزيد من التألقات والنجاحات. ولا يفوتني في هذا الإطار أن أشيد بالمبادرات الحميدة التي تقوم بها الدولة وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في مجال إنصاف المرأة الجزائرية، إعمالا للإرادة العازمة للسلطات العليا للبلاد على إشراك المرأة في جميع مجالات الحياة العامة مناصفة مع أخيها الرجل، ودفعها قدما لإطلاق العنان لقدراتها وإبراز مواهبها كي تؤدي الدور المنوط بها في مجتمعها وفي مؤسسات الدولة عبر مختلف الوظائف ومناصب المسؤولية التي تشغلها، مساهمة بذلك رقي وتقدم جزائرنا الغالية. وبهذه المناسبة أبلغكن تحيات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيدكن العالمي. ففي ظل هذا المناخ المساعد والملائم نسجل بفخر وكبير تواجد المرأة في جميع الميادين وهي تتقدم بخطوات ثابتة وواثقة لا تعرف التردد على مسار تسيير تطلعاتها المشروعة، بل تمضي قدما بجدارة واستحقاق متسلحة بكل ما أوتيت من عزيمة وإرادة وعلم ومعرفة وقيم أخلاقية راقية يحدوها في ذلك الأمل والتطلع إلى مستقبل أفضل لها ولمجتمعها. كما أبى السيد الفريق إلى أن يستحضر مع الحاضرات تلك الصورة الخالدة التي صنعتها النساء الجزائريات سنوات التسعينات من خلال وقوفهن البطولي في وجه العنف الأعمى والإرهاب الدموي. إني أحرص شديد الحرص بهذه المناسبة أن أنحني إجلالا وإكبار لكافة النساء الجزائريات الخالدات اللواتي قدمنا أرواحهن في سبيل الحرية واسترجاع السيادة، وكل من ضحت وتصدت للإرهاب الهمجي وساهمت في خدمة وطنها بوفاء وبإخلاص وفي الحفاظ على أمنه واستقراره. وفي هذا السياق بالذات أود أن أستحضر معكم واحدة من الصور الخالدة التي صنعتها النساء الجزائريات سنوات التسعينات من خلال وقوفهن البطولي في وجه الإرهاب الدموي والعنف الأعمى. وأتذكر بكثير من الفخر والاعتزاز الموقف الشجاع
الذي وقفته مجموعة من المعلمات الباسلات في ولاية سيدي بلعباس، حيث قررنا متطوعات تعويض في ظروف أسبوع زميلاتهن اللائي تم اغتيالهن من قبل أيادي الغدر على إثر عمليات إرهابية جبانة أودت بحياة ثلة من بنات الجزائر وهن في ريعان شبابهن. فكان هذا التصرف البطولي الذي ترسخ أنذاك في ذاكرة الشعب الجزائري برمته تحدياً كبيراً وسبباً في التحفيز على مكافحة هؤلاء المجرمين وحث المواطنين العزل على حمل السلاح إلى جانب إخوانهم في الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن لمحاربة هذه الفئة الضالة والباغية. وفي الأخير قام السيد الفريق بتكريم مجموعة من المستخدمات العسكريات والمدنيات العاملات على مستوى مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية.